بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، مثل ما عودتكم سابقا أنه ما أبدي بموضوع جديد إلا أراجع لكم الموضوع اللي قبله. نجي إلى المتتاليات والمتسلسلات. ما هي المتتاليات؟ هي أرقام ناتجة عن صيغة معينة مرتبة تباعا، كأن تكون الـ AN تساوي لي 2N. الآن راح نأخذ 1 2 3 4 5 إلى آخره. فإذا أخذنا الآن يساوي لي 1، الاي واحد شو يساوي لي؟ 2. اذا اخذنا الان 2 الاي 2 تساوي لي 4، وكذلك الاي 3 يساوي لي 6، الاي 4 يساوي لي 8، وهلما جره. لاحظ عزيزي الطالب ان المتتاليه 2 4 6 8 هي ليست كالمتتاليه 4 2 6 8. الان نجي عندنا امثله لبعض المتتاليات، ولتكن الاي ان تساوي لي جذر ان. إذا أخذنا الأرقام 1 2 3 4 5 فراح يصير الـ A1 هو جذر 1، الـ A2 هو جذر 2. ليش؟ لأن الآن الـ A3 هو جذر 3 إلى آخره. عندنا بعد مثال آخر، الـ AN تساوي لي ناقص 1 أس N زائد 1 على 1 على N. لو أخذنا الواحد فراح يصير الـ A1 يساوي لي ناقص 1 أس 2 في 1 على 1، ويساوي لي بما أنه الأس الزوجي يصير موجب راح يصير الناتج 1. إذا أخذنا الاثنين الأي 2 يساوي لي ناقص 1 أس 3 في 1 على شقد؟ على 2، ويساوي لي ناقص 1 على 2 وإلى آخره. هنا بعض الأمثلة اللي عندنا على المتتاليات وكيفية حلها بصورة مبسطة. الآن كيف تكتب المتتالية؟ قد نرمز لها بالشكل أي أن، وعندنا رمز ثاني قد نرمز لها بالشكل اي ان، هذا القوس من ان يساوي الواحد الى انفينيتي، او اي ان عاديه بدون اقواس نكتب صيغتها كان تكون ان ناقص واحد على ان، يعني ثلاث صيغ. ممكن اكتب ان ناقص واحد على ان بين قوسين، ممكن اكتب ان ناقص واحد على ان من ان يساوي لي واحد الى انفينيتي، ممكن اكتب اي ان تساوي لي ان ناقص واحد على ان. هاي الثلاث صيغ ضروريه جدا. الان نجي الى تعريف ما هي المتتاليات المتناهيه. طبعا هي التي تنتهي بالانفينيتي. الان اخذنا بعض الامثله على المتتاليات، الان نصعب الموضوع شويه. عندنا متتاليه 2 ان ناقص واحد على 3 ان زائد 2، يقول أوجد أول 5 حدود إلها، هذا هو الـ AN. فإذا جيت على الـ A1، طبعا الخمس حدود هي تبعا للأرقام 1 2 3 4 5. فإذا جيت على الـ A1 راح يصير 2 في 1 ناقص 1 على 3 في 1 زائد 2، 100% راح يصير 2 ناقص 1 على 3 زائد 2 ويساوي لي 1 على 5. هذا الحد الأول. لو نروح إلى الحد الثاني، الـ A2 يساوي لـ 2 في 2 ناقص 1 على 3 في 2 زائد 2، ويساوي 2 في 2 4 ناقص 1 على 6 زائد 2، ويساوي 3 على 8 إلى آخره. عندنا مثال آخر، ممكن أن نجد الخمس حدود الأولى لهذه المتتالية اللي هي الـ AN تساوي لـ 1 زائد ناقص 1 أس N على N. لو جينا وكتبنا الـ A1 راح يصير 1 زائد ناقص 1 أس 1 على 1. ناقص 1 للأس فردي يبقى ناقص 1، فراح يصير 1 ناقص 1 على 1 ويساوي لي 0. والـ A2 شو يساوي لي؟ 1 زائد ناقص 1 أس 2 على 2 ويساوي لي شقد؟ طبعا أي شيء للأس ناقص 1 للأس زوجي يصير موجب، ف2 على 2 يساوي لي 1 إلى آخره. فتشوف الخمس أعداد الأولى هي مرتبة بالشكل التالي. شبابنا الغالي، بالنسبة لموضوع التقارب والتباعد جدا مهم بالمتتاليات والمتسلسلات أيضا. هنا عندنا قاعدة كلش مهمة. القاعدة تقول إذا كانت المتسلسلة تقترب إلى عدد معين أو الصفر، يعني أما قيمة معينة أو صفر، هاي يسميها converges. أما إذا كانت تقترب إلى الإنفينيتي أو تكون مترددة بين الناقص واحد والزائد واحد،
هاي نسميها دايفرج. نجي ناخذ فد مثالين على المتقاربة مثل المتتالية التالية، واحد نصف ثلث، واحد على أربعة، واحد على خمسة إلى آخره. طبعا الصيغة مالتها هي الأي أن تساوي لواحد على أن. لو وضعنا الأن إنفينيتي راح يصير واحد على إنفينيتي شي يساوي لي صفر، فهاي كونفيرز تتقارب المن للصفر. لو نروح إلى المتتالية اللي بعدها، عندنا الصيغة مالتها لأي أن تساوي لواحد ناقص واحد على أن. لو وضعنا الأن إنفينيتي فراح يصير واحد ناقص واحد على إنفينيتي ويساوي لواحد ناقص صفر ويساوي لواحد، فإذا هاي كونفيرز المن كونفيرز للواحد. أما بالنسبة للمتباعدة أو المترددة بين الناقص واحد والموجب واحد، فممكن نشوف ناقص واحد أس أن زائد واحد. هذا إذا كان العدد الأس فردي راح يصير سالب، الأس زوجي راح يصير موجب، فهاي ما راح أقدر أحصل منها على عدد معين، فهاي شو يصير؟ تصير دايفرج بسبب ترددها بين السالب والموجب. والصيغة الثانية الأي أن تساوي لي جذر أن. لو وضعنا الأن إنفينيتي راح يصير الأي أن تساوي لي إنفينيتي، إذن هاي دايفرج متباعدة المن للإنفينيتي. عندنا عدة قوانين نجد منها الغايات للمتتاليات. لنفرض أن اللم الغاية لم أي أن لما أن تقترب من إنفينيتي هي أي، واللم أي أن لما أن تقترب من إنفينيتي هي بي. فعندنا عدة قواعد ممكن أن نشرحها، أنه غاية أي أن زائد بي أن نقدر نعبر عنها بأي زائد بي، وهاي يسميها خاصية الجمع، مثلها خاصية الطرح، ومثلها خاصية الضرب بثابت معين، وخاصية الضرب غاية في غاية، وخاصية القسمة. لا تنسى عزيزي الطالب أنه إنفينيتي على أي كمية تساوي لي إنفينيتي، بس كمية على إنفينيتي تساوي لي صفر، كمية زائد ناقص إنفينيتي تساوي لي إنفينيتي، إنفينيتي زائد ناقص إنفينيتي تساوي لي إنفينيتي. هاي مهمة جدا. أمثلة بسيطة لتطبيق الغايات هي الأمثلة من واحد إلى خمسة على خاصيات الطرح والجمع والضرب في ثابت معين.